انا مش فاهم فين المحطات اللي عليها الماتش. يعني انت لما تقعد تمسك الريموت وتفعص فيه كده المحطات اللي عليها الماتش هتطلع من الريموت؟ ماتش ايه؟ احنا مش عايزين ماتش، هات لنا مسلسل رومانسي نقعد نتابعه ونتمزج. ماتش ايه؟ ماتش مصر يا ماما، مصر يعني حسن شحاته يعني يا حبيبتي، يا مصر يا مصر. يا عم الفدائي احنا رايحين نحارب يا ابني. استني بس يا سناء استني، انا مش فاهم ايه كميه المحطات اللي كل يوم محطه تفتح محطه تفتح، وبعدين يا ريتهم بيذيعوا حاجه، ده على طول بيذيعوا اعلانات. ما هو ده السبب الحقيقي الكامن في كميه القنوات العالميه اللي افتتحت، التربح من وراء الاعلانات الكثيره اللي بتبقى على القنوات دي. يعني انت قصدك مثلا ان الاعلانات دي بتدخل مكسب كويس للمحطات؟ بينشر يا عادل، انت مش مصدقات خالص بقى. انت عارف الاعلانات دي اللي هي بتيجي في التلفزيون بتكسب فلوس قد كده؟ انت عارف الثانيه او ال 30 ثانيه في الاعلان بتجيب قد ايه فلوس؟ كده كده بجد. يا سلام لو كانت قناه من القنوات المقفوله اللي احنا بنسمع عنها ومشترك الشهر دي، يا سلام بياخدوا هوبر هوبر. طيب ايه رايكم نفتح محطه؟ تفتح انت لقي تاكل ايه اللي افتح محطه؟ انت عارف تكلفه المحطه قد ايه؟ وبعدين حتى لو فرضنا عرفت تفتح محطه هتجيب منين مذيعين ومخرجين ومصورين ويلخ لخ لخ؟ وليه اجيب كل الناس دي؟ امال انتوا قاعدين معايا بتعملوا ايه؟ طب المكان اللي هم بيصوروا فيه اللي اسمه الاستوديو ده هتشتريه بكام؟ لا اشتري ليه واجره ليه اساسا؟ ما الشقه موجوده يا ماما. بس عايزه اقول لك حاجه يا عادل، المشروع حاجه زي كده لازم لها فلوس كتير قوي. ده هم بس مطلعين الاشاعه دي عشان مش اي حد يتقدم ويفتح محطه، لكن الحكايه كلها عباره عن ايه؟ كاميرا وكام لمبه 30 فولت واكشن وستوب، اكشن وستوب وخلاص.